رقمي تي في. بعد إطلاق S6 وقبل الإعلان عن Note 5، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها جالكسي A8. الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد لوليبوب يعد أنحف هواتف سامسونج الذكية بسماكة بلغت 5.9 ملم فقط ومصنوع من هيكل معدني بزوايا منحنية، ويعد من فئة الفابلت نظراً لشاشته بمقاس 5.7 إنش بدقة فول اتش دي من نوع سوبر أموليد. ويعمل الهاتف بمعالج 8 نواة من نوع سناب دراجون 615 مع رام بحجم 2 جيجا بايت وذاكرة داخلية بحجم 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت، مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية حتى 128 جيجا بايت. الكاميرا دقتها 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل. ويحتوي الهاتف على مستشعر بصمة يعمل باللمس ويدعم شريحتي اتصال. البطارية سعتها 3050 ميلي أمبر، وتقول سامسونج إنها تصمد لأكثر من 300 ساعة في وضع الاستعداد، وجاء بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والذهبي. والهاتف متاح للبيع الآن في الصين بحوالي $500 دون تحديد موعد إطلاقه في بقية البلاد. عالمك الرقمي بلغتك.